يلف الموتور، عارف حاجة لفة الموتور لما بتلف؟ مش هذا الدور، عشان كده أول مرة شفتها. مقطومة دي ولا يا فندم؟ مقطومة دي ولا لا؟ لا مش مقطومة، هي وصلتها مظبوطة هنا، والدخلة بتاعتها هنا زي ما هي سليمة يعني. بتركب تحت عمة، تحت اسمه ايه ده، قاعدة الموتور، توصل بالشكمان، ماسورة الشكمان، آخر ماسورة الشكمان من تحت من هنا. بس يعني حضرتك نزلت في مطب وانت جاي، او خبطت في رصيف او حاجه يعني، هو ده الاحتمال الوحيد. دي ما تدورش الموتور؟ ما تدوروش، واذا دار لا ممكن يدور يعني، اذا دار مش كويس تمشي بيها لان يقفش الموتور، حاجه تسمع صوت تك 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 ويقفش الموتور. بس هي بتركب بسهوله يعني. في كوريك مع حضرتك؟ نعم. كوريك مع حضرتك؟ مفيش كوريك. طيب في يعني، بس اصل هي بتستخدم معاها سمن بدل الزيت، عارف حاجه الزيت بيتحط، فبيحطوا لها سمن، بيحطوها في سمن وبتركب تخش على طول، وبعدين مع لفه الموتور السمن ده بيسيح يبقى زي الزيت يعني، اللي هو ده كان موجود عليها اهو، عامل زي الشحم كده يعني. فلو في هنا حد حاجة تجيب لي سمن من عنده انا اركبها لك يعني. سمن سمن او باكو زبده حتى يعني، مع الشمس انا احوسه بيه يعني، وتركب من تحت من هنا يعني. لو في اهو بقال اهو، اعتقد ده بقال، ده بقال. بس يعني ازاي هركبها من غير حاجه كده تركب؟ لا انا معايا، اجيب الكوريك لحضرتك، انا معايا كوريك ارفعها انا من هنا، ارفعها انا من هنا واركبها. اول مره اشوف فيها. لا مش صعب قوي يعني. لف بالايد من تحت يا فندم؟ لف بالايد يعني؟ انا معايا بنسل. دي كويسة. طيب شوف حضرتك معايا ايه؟ العربية دلوقتي دي كاميرا التلفزيون. ها؟ كاميرا التلفزيون في العربية، برنامج اسمه الكاميرا الخفية، شوف بيسقفوا دلوقتي.